وشغلات وادخل للبيت بيتك ثلاثة ونص والله، وانا عندي 6000 دينار اي بالله الكريم يعني ايش قبل الله هسه حاير شاخذ انا بعد يراد لي بصل يراد لي كيلو طماطم فمشكله. فنقول الحمد لله وشكر على الاتحاد رغم كل الظروف هذه احنا عندنا معين الله سبحانه وتعالى الحمد لله وشكر. الله ان شاء الله يشفع لنا ويشفع كل شعب العراق هذا الشعب المظلوم. هسه انت متريق لو بعدك؟ لا والله وحق هو الله ما متريق. زين هاي شلون يعني بس وجبه واحده للبيت؟ هذا شوف خلي حاجيك احنا هذا راح نخليه بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبه واحده يعني غدا ماكو بين الظهر وحق هذا الله. الله اكبر عليك. وحق هذا الله ثمان لا خليني ثمان لا انا اقول لك يا خليني لاني اروح انهار واقع والله انا تعبان. كل الدول نظرت الى شعوبها بهاي الازمه الا العراق ما باوع على شعبه وشافه ايش في ما بي ما نطى الشعب كل ما نطى لا اجاك وزير لا اجاك نائب لا اجاك شو اسمه زارك كل شيء ماكو زين مو كافي يعني هاي مو كافي 13 سنة لك ما شبعتوا لك إلا أنك هي مترة ونص لك مترة ونص تفكر شوف هاي مو دقص أنا تعبان لأنه هاي الشوكولات القذرة اللي إجت حكومة العراق مع جريمة إحنا خليناها تعبان شبعان ما أدري بالجوعان إيه ما إحنا هم ترى كلك حصوش إحنا هم ولينا ساكين ونهوز تفلان وخليناهم يحكمون بينا وتاليته هذا على وجه كيف وجه كيف خمسة أطفال زين وإذا ما صدق وين في أوديك أنا حاضر. من هم الشفلة؟ أكو رأي والله جدير بالاحترام يقول الشفلة الذين يأكلون الدنيا بالدين. والله رأي رائع هذا بالله العظيم لأنه ما أكو نزعة أقدش من نزعة الدين في نفس المسلم. ها هذا اللي يجي يجعل دينه دكان يصطاد به الدنيا هذا هو الشفلة. اللي يجي الى اغلى نزعة يحولها الى ارخص نوع من الممارسة. الواقع الدين اسمى نزعة او اسمى شيء اعطاه الله عز وجل للانسان لانه المقرب الى الله الحامل على الاستقامة. ان يجي الانسان يأكل الدنيا بالدين هذا بريء من الله عز وجل. اينا هذا حساب عسير لان مسألة الدين مو مسألة سهلة بحيث يتاجر بها الانسان يبيع ويشتري بها لا ابدا.